السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي هو الجزء الثاني ديال الجوزة المغلفة براندا. فكيف ما كتلاحظوا معايا الآن هاد الدور هذا اللي يلاه غادي نخدمه دابا غادي نخدم فيه 9 ديال الغرازي. والآن فاش أنا غادي نبدأ الجوزة ديالي كيف ما سبق لي وشرحت لكم في الجزء السابق، فلاحظوا معايا مزيان، خدمت هنا جوج ديال الغرزات وغادي نزيد نكمل الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة. الآن غادي نتجاوز الغرزة الخامسة وغادي نمشي مباشرة للغرزة السادسة ونخدم فيها باش نبدأ الجوزة ديالي. ودابا من اللي خدمنا في السادسة غنمشي ونخدم في الغرزة السابعة ونمشي الغرزة، لاحظوا معايا مزيان، الثامنة والآن الغرزة التاسعة. في الدور اللي كتخدموا فيه 9 ديال الغرازي هو فاش كتبداو الجوزة ديالكم. فالناس اللي غادي يخدموا مثلا 6 ديال الفراغات، الدور اللي غادي تخدمي فيه 11 غرزة هو نفس الدور اللي غتبداي فيه الجوزة ديالك باش في النهاية تحصلي على 6 ديال الفراغات. مهم حاولوا انكم تصوروا هذيك القاعدة اللي عطيتكم باش تبقاو تخدموا عليها، ونفس الطريقة كيف ما خدمت انا دابا حتى نتوما غادي تخدموا. المهم لاحظوا معايا مزيان، دابا درنا جوج ديال الغرزات وغادي نمشي نخدم الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة، والآن غادي نخدم فوق من هاد الفراغ هذا جوج ديال الغرزات كالعادة. هنا ضروري ديري جوج الغرزات، فهذه الخامسة وهذه هي السادسة. والآن نمشي الغرزة اللي حداها وندير الغرزة السابعة ثم الثامنة والتاسعة ثم الغرزة العاشرة. دائما في كل دور تتزاد عندنا غرزة لأن احنا مازال في مرحلة الزيادة، احنا دابا في مرحلة الزيادة وفي نفس الوقت نخدمه في هذيك الجوزة. المهم دابا خدمت ضربت في التوب وغادي نرجع في هذيك الغرزة اللي هي ديال الزيادة، فحاولوا انكم تمشيو معايا خطوه خطوه. هادشي علاش انا درت بزاف ديال الاجزاء، صراحه درت بزاف والاجزاء واخا قصار مهم وهو ان الشرح يكون واضح. وبالنسبه لطريقه الحساب اللي بانت ليها ما واضحاش تكتبها لي في التعاليق ونعاود نشرحها لها، ماشي اشكال. المهم هنا درنا جوج ديال الغرزات وغادي نمشي، ركزوا معايا مزيان، الغرزه الثالثه. والان لاحظوا معايا مزيان، دائما فاش تيبقاو لينا جوج ديال الغرزات على هذاك الفراغ، واحد لاحظوا معايا واحد اثنان، هاد جوج ديال الغرزات اللي كيبقاو ليا قبل من الفراغ فيهم فاش تنخدم، يعني هذه قاعده بالنسبه لهاد الجوزه هذه. فالان درت هاد الفراغ هذا وغادي نرجع ونخدم فوق من هاد الفراغ الاول، كترجعي تعاودي تعمري فوق منه. فدرت غرز الغرزة الأولى ودابا غنرجع ندير الغرزة الثانية. ضروري دائما فوق الفراغ كنديرو جوج ديال الغرزات، جوج، ودابا غنتجاوز هادي وغنمشي اللي من موراها، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نمشي اللي حداها وندير الغرزة الأولى ثم الغرزة الثانية. ودابا غنمشي مباشرة ونخدم فوق التوب وغادي نبدأ الزيادة. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا نرجع نخدم في هذيك الغرزة اللي درت على التوب الغرزة الأولى، ودابا نمشي ونخدم ثانية ثم الغرزة الثالثة. وكالعادة غادي نرجع نعمر فوق من هاد الفراغ هذا، غندير الغرزة الرابعة والخامسة وهنا ركزوا معايا مزيان، عوض فاش نخدم هاد جوج ديال الغرازي هادو
هاد جوج الغرزات غادي نتجاوزهم ونعمر، غادي نعمر بنفس الطريقة. هادي راه غرزة ماشي حبكة، حاولوا أنكم تركزوا، هادي غرزة ماشي حبكة. إلا لاحظتوا معايا راه الخيط هابط لتحت ماشي حبكة، مهم لأن الحبكة كيكون الخيط طالع الفوق، هادي الخيط هابط لتحت فهي غرزة. غير عوض فاش نضربوا فوق من هادوك جوج غرزات كنغلفوا بهاد الطريقة هادي. المهم دابا درت جوج ديال الغرزات غلفت بيهم، ودابا جوج ديال الغرزات خدمتهم عاديين فوق من هاديك، وغادي نمشي نعمر هادي التالتة ونمشي للرابعة. بطبيعة الحال هنا الخيط راه قرب يتقادى، المهم انا ما بغيتش نبدلو في الوسط لان مبقاش عندي بزاف، غادي نبقى غادا معاه حتى نكمل حتى نوصل للثوب. فهذه الغرزة الخامسة، ودابا غادي نضرب في الثوب. المهم غادي نبدل الخيط ونرجع نكمل معاكم. هنا تجاوزت هذه المرحلة هذه، غير لصقت خيط جديد. المهم هذه الغرزة ديال الزيادة اللي هي رقم واحد، ونمشي اللي من موراها وندير الغرزة رقم اثنان. والآن حاولوا تركزوا معايا، هاد الغرزة هادي كنتجاوزها ونخدم في اللي من موراها. دائما فاش تكونوا عندك هادوك جوج ديال الغرازي قبل من الفراغ كتخدمي كديري فيهم فراغ جديد. المهم دابا بحال غادي نقولوا عمرنا ربعة ديال الغرزات، وغادي نجي نعمر فوق من هادي، كنعمر جوج، هادي يعني هي الخامسة، وغنمشي لهادي اللي حداها وندير السادس غرزة. والان غنتجاوز هاد العماره هادي ولا هاد الفراغ اللي مغلف، ونمشي مباشره لهاد الغرزه هادي اللي حداها، فتنعمر عليها وغادي نمشي اللي حداها. وبطبيعه الحال دابا غادي نبقى غاده، غادي نخدم فوق من هاد الفراغ جوج ديال الغرزات، هادي الاولى ونزيد الثانيه. دائما فوق من الفراغ تنخدمو جوج ديال الغرزات، هذه قاعدة. المهم دابا تجاوزت غرزة وخدمت في الثانية، ودابا غادي نخدم في اللي من موراها، حاول نجر الخيط. المهم والآن غادي نخدم فوق الثوب. فهاد الخدمة هادي كتحتاج غير شوية ديال التركيز والصبر لأن فيها الحساب بزاف، شوية مختلفة على الجوزة العادية ولكن ما بعيدش عليها بزاف، مو حتى هي سهلة. أول حاجة درنا غرزة الزيادة اللي هي الأولى، ودابا درنا الغرزة الثانية، والآن غادي نعمر هاد الفراغ بجوج ديال الغرزات كالعادة. فهذه الغرزة الثالثة، والآن نمشي للغرزة الرابعة، ودابا غادي نعمر، دابا نغلفه بحال غادي نغلف هاد الجوزة هاد الفراغ هذا. كالعادة كنغلفو بجوج ديال الغرزات، الغرزة الأولى والغرزة الثانية. حاولوا تقربوا هذاك فاش تكونوا كتغلفوا، حاولوا تقربوا الخيوطة من بعضياتهم باش تجيكم الخدمة مزيانة. المهم أنا بعد مرات كنت كنبعد شوية، ولكن حاولوا أنكم تقربوهم من بعضياتهم باش تجيكم الخدمة هي هذه. هنا عمرت الفراغ بجوج ديال الغرزات، والآن غنتجاوز هاد الجوج ونغلف واحد، وندير كذلك التغليفة الثانية. ودابا نمشي للفراغ اللي من موراه. هنا لاحظتوا معايا بحال غادا كتعمري فراغ وتغلفي فراغ، تعمري فراغ وتغلفي فراغ حتى كتوصلي للنهاية. فلاحظوا معايا عمرت بجوج ديال الغرزات، وغنمشي لهاد الجوج الاخرانيات اللي بقاو ليا في الاخير. هنا الغرزة رقم 3 والغرزة رقم 4. المهم اللي واجهت اي مشكل في هذه الخدمة او في مشكل او في خدمة واحدة اخرى، تصور لي المشكل ديالها بالضبط وتصيفطوا لي في الانستغرام، هو اللي غادي نقدر نشوف فيه التصويرة باش نقدر نعرف شنو هو المشكل ونجاوبك. المهم واخا نتعطل في الجواب اكيد غادي نجاوب. المهم الرابط ديال الانستغرام راه دائما كتلقاوه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا خدمت غرزة واحدة فقط وتجاوز الثانية وخدمت في الثالثة، ودابا غادي نخدم في الرابعة
اللي هي فوق من هذاك الفراغ، ونزيد نخدم الغرزة الخامسة اللي هي كذلك فوق من الفراغ. ودابا غنتجاوز هاد التغليفة هادي ونمشي للغرزة نيشان. فدرت فراغ، ودابا غادي نعمر هادي، نعمرها بجوج، واحد حاول لوي شوية الخيط، والغرزة الثانية. والآن غادي نعمر على هاد التغليفة هادي، كندير عليها هاد الفراغ هذا، نبني عليها فراغ جديد. المهم درنا الغرزة، دابا غادي ندير الغرزة الأولى ونمشي وندير كالعادة الغرزة الثانية. نتلاقاو إن شاء الله في الجزء القادم باش نكمل معاكم طريقة العمل. شكرا على المشاهدة وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين. نتلاقاو إن شاء الله في الجزء الثالث بحول الله وقوته.